بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الشهر الكريم. معاكم النهاردة الدكتورة هنادي شيحة، مدرسة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. هنتكلم عن المية. احنا بنقول وخلقنا من الماء كل شيء حي، مذكورة في كتاب الله عز وجل. المية حاجة مكون مهم وأساسي جدا للجسم، فيها فعلا بيخلق المادة الحية بيها وبيخلق الخلية الحية بيها. احنا بعد ساعات الصيام الطويلة في فصل الصيف 13-14 ساعة محتاجين سوائل بكمية كويسة قوي، ولكن حذاري من ان احنا ناخد كمية المية دي مرة واحدة او على دفعة واحدة او نكون واقفين. ما ينفعش ان احنا نشرب احنا واقفين ابدا، هنشرب المية على فترات متقاربة، بمعنى ان انا وقت الفطار ممكن ابدأ بالمية لان هو معروف بيرويش حاجة غير المية بالظبط. هناخد مية تكون مستوى البرودة بتاعتها مش عالي، ما ينفعش ان الجسم في حالة دافية وفي حالة يعني وقت بعد فترة الصيام الاجهزة كلها شغالة ودايما في عملية حرق في الوقت ده، لان احنا بعد الصيام الطويل بقى في عملية حرق وهدم كتير قوي في الجسم بتحصل. ما ينفعش ان احنا ناخد مية ساقعة قوي او شديدة البرودة، فبالتالي لازم اخد مية ما تكونش باردة قوي، تكون يعني الى حد ما قريبة من درجة حرارة الغرفة. هاخد كوباية مية متقسمة على 3 مرات 3 شربات زي ما الحديث وصفها بالظبط. بعد كده هاخد المشروب بتاعي، هفطر بعد الفطار لو انا عايزه اشرب ميه يكون فات ساعه على اول مره ممكن اخد ميه. هنشرب ميه كل ساعه كوبايه ميه، نحاول ان احنا ما ناخدش كميه ميه كبيره قوي وفي نفس الوقت ما نقللش كميه الميه اللي هنشربها. طب انا المفروض اخد سوائل قد ايه؟ المفروض اخد سوائل بما يعادل ثمن وزن الجسم، يعني انا لو وزني 80 كيلو يبقى انا محتاج 10 كوبايات ميه بالظبط كده. لو انا وزني 70 كيلو يبقى انا محتاج ما يعادل مثلا 7-8 كوبايات ميه، يبقى بالتالي انا لازم اخد كميه مناسبه ليا لا تكون اقل ولا اقل. بيرتبط مستوى الميه اللي انا بطلبها علشان اشرب، انا بحس بالعطش ليه؟ عشان باخد اكل مركز او مكثف في القيمه الغذائيه، زي الاكل الحادق، الاكل المسكر، الاكل الغني بالمواد الحافظه والمواد المنكهه والمواد المحلاه والاغذيه المصنعه بصفه عامه. فبالتالي نحاول ان احنا في الشهر الكريم ده نقلل من الاغذيه المصنعه والمحفوظه والمعلبه، نقلل من الملح على قد ما نقدر من الخلالات، نقلل من الاغذيه المسكره قوي، ولو خدنا حلويات مفيش مانع ان احنا ناكلها ولكن بدون افراط، القطعه تكفيني وتكفي احتياجاتي الغذائيه. وبالتالي هنشرب كميه ميه كويسه جدا من غير ما تضرني او تسبب لي مشاكل في الصحه. كل سنه وانتم طيبين.